السلام عليكم، حياكم الله متابعي قناة نواف في فيديو جديد. في فيديو اليوم راح نتعلم كيف نصمم فيديوهات الريلز أو فيديوهات التيك توك بشكل احترافي وبشرح جدا بسيط سهل، حتى لو ما كنت تعرف حمل التطبيق راح نشرح عليه وراح بإذن الله تطلع معك النتائج الحلوة، لأنه شرح اليوم جدا سهل والكل بإذن الله راح يستفيد. بس قبل أن نبدأ فيديو اليوم كالعادة اعطيني لايك على هذا الفيديو، وإذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه عشان يوصل كل جديد. بقينا تك إن شاء الله ونوصل ل10,000 مشترك بدعمكم مستمرين. أنا نواف، نقول بسم الله نبدأ فيديو اليوم. أريد أقول لكم شغلة قبل لا نبدأ في الفيديو، خلونا أوريكم نتيجة لتطبيق الشرح اللي حنسويه اليوم، خلونا نشوف ونرجع. حياكم الله من جديد. في البداية نروح على تطبيق الكاب كات، راح أحط لكم الرابط تحت، اللي مو محمل البرنامج حمل التطبيق عشان يطبق معنا الشرح. في البداية حتطلع معي الواجهة بهذا الشكل، هضغط على نيو بروجكت بالشكل هذا. الآن إيش علي؟ أختار الفيديوهات أو الصور اللي حاب أشتغل عليها. نقول نأخذ بعض الصور، مثلا خلونا نأخذ هذه الصورة، راح أختار صورة عشوائية. هذه الصورة إيش كمان؟ نأخذ هذه الصورة، هذه الصورة، هذه الصورة، لا هذه مكررة، نأخذ هذه، نحاول نأخذ صور ما تكون متكررة، نأخذ هذه الصورة، أوكي، هذه وهذه وهذه. أنا بحاول أخذ بالصورة عشوائية بحيث يكون معي عدد كويس للصور، أوكي. اوكي تمام، اشوف انا ممكن كذا نكون اكتفينا بالصور. الان بعد ما جمعت الصور تقريبا معي 27 صورة. طيب اسوي اد من تحت، راح تنضاف معي الصور، فتح معي العمل الان بهذا الشكل. الان ايش اللي علي اسويه؟ عندي من تحت من الخيارات اضغط على خيار اوديو عشان اضيف المقطع الموسيقي اللي حاب اشتغل عليه. لو ضغطنا حتطلع لي مجموعة خيارات، من اليسار راح اختار بعض الموسيقى اللي موجودة في التطبيق، في النص هنا راح يضيف لي افكتات لو كانت موجودة، والخيار الثالث راح يخليني اختار اي فيديو حاب اضيف منه المقطع الصوتي، والخيار الاخير يخليني انا اسجل صوت او حاب اني اسجل صوت. طيب خلونا ناخذ احنا الموسيقى من نفس التطبيق، نشغل النت، نروح ناخذ الموسيقى، هتطلع معي القائمة بهذا الشكل. اوكي نختار اي موسيقى، خلينا نجي هنا نسمع واحدة موسيقى عشوائية مثلا، لا ما هي مناسبة، لا لا. اوكي مثلا هذه الموسيقى بما انها سريعة. طيب بعد ما اخترت الموسيقى ايش راح اسوي؟ راح اضغط على المقطع الصوتي بهذا الشكل. بعد كذا ممكن أكبر بصبعين، أكبر مساحة العمل بالشكل هذا، بعدين أروح على العلامة أو العلم اللي حددناه قبل شوي. الآن عندي على اليسار هنا اللي هو الأوتو، يحدد لي النقاط الانتقالات أوتو، لو أضغط عليها بهذا الشكل راح يبدأ يحدد لي النقاط بشكل تلقائي، يأخذ مني شوية وقت على بال ما يحدد لي النقاط. شفنا هذه النقاط الصفراء هي نقاط الانتقالات. الآن أحط صح، أكبر العمل شوي بالشكل هذا. أوكي في كل نقطة صفراء أروح عندها عند الموسيقى، أضغط على العمل اللي فوق اللي هي الصور، أضغط على الصورة، عندي مجموعة خيارات. الخيار الأول اللي هو تقسيم العمل أضغط عليه، أحذف الزايد اللي ما أبغاه من علامة سلة المحذوفات أو الديليت بهذا الشكل. أروح للعلامة الثانية وبنفس الطريقة أحدد الصورة، نقسم ونحذف، وعلى هذا المنوال كل الصور. راح أسرع المقطع عشان ما يأخذ منكم وقت. Stereo.
let's go. If I was an old school 50 pound boom box, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? اوكي الان انا حددت كل النقاط اللي موجوده معي للصور اللي انا حددتها. طبعا اذا اكتفيت بهذه الصور اروح عند اخر صوره، اوكي اضغط على الموسيقى تحت بالشكل هذا، عندي علامه اختصاص اضغط عليها واحذف الموسيقى الزائده. الان ارجع للبدايه، راح نسوي شغله ثانيه، اضغط على الصوره الاولى، عندي تحت خيار انيميشن اضغط عليه، عندي ثلاثة خيارات اضغط على اخر خيار، بعد كده تطالي مجموعة خيارات. في كل مرة راح اختار شكل، مثلا في الاول راح اختار الاول، بس خلينا نقصر الصوت. في الخيار الثاني نفس الطريقة راح اختار الخيار الثاني، في الخيار الثالث راح اختار الخيار الثالث، في الاختيار الرابع نفس الطريقة نختار الاختيار الرابع، ونستمر على نفس الطريقة. خلوني اسرع برضو المقطع عشان ما نطول فيه. اوكي الان سويتها كاملة تقريبا، خلونا نرجع من البداية نكبر ونشوف كيف حيطلع معي العمل. طبعا الموسيقى للأمانة ما هي عجبتني، ولكن حبيت بس نختار اي شيء على اساس انه نطبق عليه الشرح. الان بعد ما خلصنا ممكن عندنا اضافات، مثلا لو نروح على بداية الفيديو ومن تحت هنا قائمة الاختيارات اختار فلتر، ممكن اضيف فلتر لوني مثلا، ابى اختار هذا اضغط الصح تحت، عندي تحت اللاين هذا هو حق التأثير، اسحبه لين النهاية بالشكل هذا الى اخر صورة. خلونا نصغر العمل، ارجع ثاني اسحب بالشكل هذا للنهاية. لو حاب اني احفظ فوق عندي طبعا الجودة، اختار 720 او 1080، انا اشوف ان المناسب دائما اخليه 1080 على 30 فريم. تمام، بعدين اضغط على السهم اللي للاعلى وراح يحفظ معي العمل بهذا الشكل بكل سهولة، راح يحفظ معك وتشوفه في الاستوديو. وبكذا شرح اليوم انتهى، اتمنى انكم استفدتم منه، لا تنسوا دعمي باللايك والاشتراك في القناة. انا نواف، القاكم في فيديو جديد، فأمان الله. شو قزال مردود ايه؟ شكرا على المتابعة.